الدنيا بردت قوي اليومين دول، الشتا ده شكله داخل قارس. كله من ام السيراميك ده. انا بفكر اقلبها باركيه بيدفي. فكره برضه. تعرف يا خالد احلى حاجه في علاقتي انا وانت ايه؟ ان احنا اصحاب. يعني مش بحس ان احنا زي المتجوزين اللي دمهم تقيل، اللي ما عرفوش يتكلموا مع بعض كلمتين ولا يحكوا. بحس كده ان انا عايزه احكي لك كل حاجه وفضفض باللي في قلبي، ما اخبيش عنك ولا حاجه. هو في احلى من الصحوبيه؟ نعم، اقصد يعني احساس الصحوبيه بين الراجل والست بتاعته. صح. فيها شوشو، حسك كده في كلمتين جواك عايزه تقوليهم. بصراحه بقى في بقى موضوع كده وانا مش عارفه اجيبه لك ازاي، يعني عمال افكر فيه كده من اليمين والشمال، وبصراحه بقى انا نفسي في الموضوع ده قوي وعاوزك توافق عليه. حبيبه قلبي ارمي بياضك، انا موجود في الدنيا دي عشان اوفق لك على كل طلباتك. في ناس دورت عليا وجابت رقم تليفوني وعرض عليا ان انا ارجع امثل وبعتن لي دور، وانا بصراحه نفسي بقى في الموضوع ده قوي. ثانية واحدة، قولي بقى كده تاني عشان انا ما استوعبتش. الناس بعتين لي دور كوميدي، يعني كوميدي يضحك، وانا عاوزة امثل يعني، بس ده كل الموضوع. يعني اصلا حصل تليفونات من ورا ظهري وبعتولك ورق وقريتيه وعرفت ان هو بيضحك مش بيعيط، صح؟ بس يا خالد ايه ده بتعصب ليه حبيبي؟ احنا مش اتفقنا ان احنا اصحاب؟ صعف بعينك، انت مراتي يا وليه، وانت عارفه كويس قوي ان انا بركبني 100 عفريت لما بشوف افلامك القديمه، وخصوصا حواديت الساحل ده اللي هو اللي قرفنا بيه كل شويه. يا حبيبي اهدى بس، انا مش عايزاك تبقى متضايق كده، ده دور كوميدي وانا مش همثل يعني زي زمان ولا حاجه، ده انا هطلع فيه محجبه ومغطيه شعري، يعني حتى مش طالعه بشعري، بقول لك كوميدي. بيضحك يعني؟ ايوه. أنا بصراحة بشجع الضحك، طب ما تقولي كده بالصوت. بص يا حبيبة قلبي، لو كوميدي أنا موافق، وعشان يضحك أكتر أنا هطلعك بقى من غير راسك اللي فوق كتافك دول، لأن أنا أصلاً هقطعها لك، وساعتها بقى مش هتفرق، محجبة من أبو شعر. يا خالد ما تهدي أعصابك. مفيش هدي أعصابك، في إن أنت تتصلي بيهم دلوقتي حالاً وتقول لهم أنا متجوزة راجل، وراجلي مش موافق، اتفضلي. اتفضلي. بيضحك. يلا خلاصي. وزياد ما كانش عايز يطلع من البسين، وانا اللي فاكراه فرحان بالميه، اتاريه طلع مصاحب بنت انجليزيه قده ومش عايز يطلع الا لما هي تطلع. شكله هيطلع مجرم لابوه. الله، في ايه يا عمر مالك؟ بقالي نص ساعة عمال افتح لك في مواضيع عشان اغير لك مزاجك وانت قافل كده. بقول لك ايه؟ انت عملت اللي عليك مع داليا وخلاص. المفروض تتبسط بقى ان جوزها شاريها، مش تبقى زعلان ان انت طلعت غلط. هو احنا مش اتفقنا ان احنا هنسك على الموضوع ده ولا ايه؟ اتفقنا. بس انت ما بتسكش. ايه ده يا عمر؟ في ايه يا طنط؟ اهلا. في شويه بعتت اجيب سندوتشين للولاد، بعتوا لي الريسيت ده. هما ايه اصلا اللي خلاهم يجيبوا لك الريسيت يا ماما؟ عدوا عليكم ما لقوكوش ومدهولي. ايه يا عمر؟ احنا مش متفقين ان حساب الاوضه علينا؟ المفروض. بس مش هي دي القضيه يا عمر. انا عايز اعرف بالظبط انتوا بتدفعوا هنا كام؟ ما هو مش معقول يعني لما يكونوا سندوتشين ب 250 جنيه، معقوله الليله تبقى ب 450 زي ما قلت لي يا عمر؟ أكيد طبعًا مش ب 450 جنيه يا طنط، هو إحنا نازلين في بنسيون المحطة؟ كنت بتضحك عليا يا عمر، بتضحك عليا؟ لا ما كنتش بضحك عليكي، كنت بريحك وبريح نفوخي من الوش اللي أنا فيه ده، أنا مش فاهم والله، ما نصرف اللي نصرفه، الله فلوسي وأنا حر فيها، وأنا كنت بدفعك حاجة يا طنط؟ إيه يا عمر؟ ما يصحش كده، ما ينفعش تكلم ماما بالشكل ده.
يوه خلاص يا بنتي خلاص انا رايحه بيتي مروحه. معلش يا ماما حقك عليا، عمر ما يقصدش، هو بس مضغوط اليومين دول عنده مشاكل مع داليا اخته. خلاص انا هلم هدومي وامشي من هنا. انا اسف، انا اسف يا طنط والله، والله حقك على راسي. انا عمري ما استجري اصلا ان انا اعلي صوتي عليكي، بس انا مضغوط ومخنوق قوي. معلش يا ماما حقك على راسي. خلاص يا حبيبي خلاص، بعدين انا مش همشي من هنا علشان انا زعلانه منكم، لا يا حبيبي انا همشي عشان انا عايزه امشي. وانتوا كمان، انتوا كمان لازم تفكروا وتمشوا من هنا، مش معقول. ده الناس الطبيعيين حتى لو كانوا يملكوا مليارات من الجنيهات بيروحوا الاوتيلات دي يومين ثلاثه اربعه، وبعد كده بيروحوا بيوتهم، ما بيعمروش في حياتهم كلها في الاوتيلات. يا ابني يا ابني دي حاجه تزهق، انا زهقت زهقت. زهقتي من الراحه يا ماما؟ ايوه حبيبتي، انا مش عايزه ارتاح، انا عايزه بيتي، عايزه اتعب في بيتي، عايزه اطبخ واكنس واعجن، عايزه اتعب يا بنتي. القعده عجزتني، عجزت رجلي، مش ممكن يا بنتي. وبعدين على فكره مش معقول انتوا تكونوا جايبيني هنا علشان اقعد مع الولاد، فخلاص هاتوا بيبي سيتر وتقعد معاهم وهو بجمله المصاريف. يا ماما احنا اكيد مش معادينك عشان خاطر الولاد، انت معانا هنا عشان ترتاحي. خلاص يا حبيبتي ارتحت وخدت اجازه، وتلاقيكوا صرفت عليا من 20 ل 30 الف جنيه، بس كفايه كفايه، مش ممكن انا ماشي. استني بس يا طنط يا طنط يا طنط، اصبري بس. على فكره يا عمر ماما عندها حق. لا والله بقى ماما معاها حق. ايوه يا عمر، انا حاسه زي ما نكون شايلين شويه فلوس كبير قوي وعمال يسقط طول ما احنا بنمشي واحنا مش حاسين. احنا ممكن نرجع بيتنا ونبسط من غير ما نصرف بهبل كده. Look who's talking. بقولك ايه يا تقى، من الاخر كده انا ولفت على هنا مبسوط بقعدتي هنا وما زهقتش زي ما مامتك زهقت. ولو حضرتك عاجبك قوي كلام ماما اتفضلي روحي معاها. اللي انت بتقوله ده، الولاد قاعدين بقى. اما انا اقولك ايه يعني، ما انا مش متخيل ان انا المفروض اقنعك بحاجه واضحه وضوح الشمس. معانا فلوس كتير وهيجي قدهم 20 30 مره، الله ما نصرفش ليه ونستمتع بيهم؟ عيب حرام. ليه مع كل قرش بنصرفه لازم يطلع لنا نزناس كده اهو يقعد يبكت فينا ويحسسنا بالذنب؟ ليه؟ اوكي اوكي، انت بتزعق ليه دلوقتي؟ الولاد معانا. عشان انا مش ناوي اخيط الشوال يا دقى. انا مبسوط بيه وهو مخروم، مبسوط وهو بيسرسب. خلصنا؟ ده ايه ده؟ تعالى يا روحي. دخلت اعمل الفطار، عمي صمم يعمله. ربنا يستر. في ايه؟ دخلت اوضه المكتب بصيت عليها بصه كده. مكتب ايه اللي بتتكلمي عنه يا حنان؟ مكتبك يا حبيبي اللي انت قافله بقالك سنين، وانا بقى هبقى السكرتيره بتاعتك، هوضب لك الورق والفايلات. انا عارفه ان انت بقالك كتير ما بتشتغلش عشان ترجع لمود الشغل تاني. مش اوضه المكتب هي تخليني اعرف افكر يا حنان. طب ايه اللي ممكن يرجعك لموت الشغل؟ ايه رايك تيجي نسافر يومين انا وانت لوحدنا؟ حنان بلاش تضغطي عليا بالشكل ده. انا بضغط عليك؟ اه انا بحاول اساعدك. لا بتضغطي، بتضغطي يا حنان. انا مش عاوز اسافر ومش عاوز المكتب ومش عاوز حاجه. اقول لك على حاجه،
أنا مش مستريح لموضوع الخلفة دي. ليه مش مستريح؟ حاسس إن أنت اتسرعتي. حاسس إن ده مش وقته. اتسرعت؟ أه اتسرعتي. متهيألي يعني الوقت اللي أنت ما كنتيش عايزة فيه الخلفة أنا صبرت، مع إني ما كنتش موافق. بس قلت ماشي عشان خاطرها. مفيش مانع بقى دلوقتي إن أنت تستني شوية لحد ما أنا أكون عاوز. طبق فول بالطماطم ما حصلش. مفيش في مصر كلها واحد يعرف يعمل طبق فول زيه ويتحدى. يا ايه خير؟ لا 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 مش ناقصناك. كل 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 يا فول اهو. معلش يا عمي في مشكله عايز اخد رايك فيها. انت بتقولي ايه يا حنان؟ ما هو عمي لازم يعرف، ما هو معانا في المشكله دي بقاله سنين. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا ما يجيب مشاكل. في ايه يا اولاد مالكم؟ دلوقتي يا عمي الوضع اتغير، انا عايزه اخلف وضياق مش عاوز، بيقول لي لا. لا ايه؟ اهو قدامك اهو، اسال. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا. انت قلت كده يا ضياء؟ ضياء ايه الجنان ده؟ هو عايز ايه مثلا؟ اكتب له فلوسي عشان ما يحسش بأي حسية؟ هدي أعصابك بس يا بنتي، أنا أنت عارفة إن ضياء ابني كده برضه؟ ما هي حاجة تمخول. طب قول لي أنت، قول لي أنت عندك تفسير اللي بيحصل ده؟ عندك تفسير؟